أنتم مع صدى الملاعب. اليوم كلاسيكو الكرة السعودية بين الهلال والاتحاد، مباراة مؤجلة لمرحلة 12 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان. هلا دائما في جدل على التحكيم، حنسمع بعد شوي ردود الفعل. حابدأ معك كفاح، بداية خمسة في مطالبة هلالية بضربة جزاء بعد تدخل من مد الله عليان على سالم الدوسري. شوف اللقطة هون، في ضربة جزاء ولا لا؟ لا ما في. عيسى ما في، ما في. طيب كويس، اعطيتني اياها من الاخير. طيب الحاله الثانيه الاكثر جدليه، ضربه الجزاء تبع الهلال بدايه 11، هل هي صحيحه ولا لا يا كفاح؟ انا اعتقد غير صحيحه، لانه الان القانون الجديد يقول لك اذا الكره ضربت في اي عضو ثم ضربت في الايد فما تعتبر بلانتي. واعتقد كابتن عيسى ممكن يعني يعرف تغييرات القانون الجديد. ما نعرف، نسأله لعيسى، شو رأيك؟ معلش يا كفاح لهم، بالنسبة إلى اليد داخل خط 18، بالنسبة للدفاع هو بحالتين، يا تعمد يا هناك تكبير في الجسم، أي أن اليد غير طبيعية. اللي اعتبروها أن هي ركلة جزاء اعتبروا أن اليد خاصة في اللقطة من خلف الشاشة أو من خلف اللاعب أنه هناك تكبير إلى اليد، واللي ما اعتبروها ركلة جزاء يقول لك انه اليد في وقت طبيعي. سألني عن رأيي، انا اقول انها ليست ركلة جزاء. بس اللي كان عم بعيد بالفار، يعني لما عاد للحكم عاد اللقطة اللي من هون اللي هي ايده عم تلمس الكرة، ما عاد اللقطة الامامية اللي هي ضربت برجله وراح هو عم يرجع ايده لورا. كان لا، في البداية عرضها، وفي النهاية عرضوا هاي أكثر من هذه عرضوها، وأنه هيوة بالضبط أنه الكرة جاي على إيده، هو أصلا عم بيبعد إيده. مكرم، بالنسبة إلى ركلة أي الكرة عندما ترتطم في الجسم، حتى لو كانت ارتطمت في القدم وفي البطن في الصدر، إذا كانت اليد في وضع غير طبيعي، أنا سألت عن أنه لا ركلة جزاء، وضربته بطنه هو مدافع حاط يده مثل الطير، ما تحتسب. أنت عيسى جوغا تقول ليست ضربة جزاء، خلص مشان نعم. طيب نعم. طيب الحالة الثالثة، تدخل كويلار على قدم عبد العزيز بليشي بدقيقة 17، هل كان يستحق بطاقة صفراء بعد أخذ بطاقة صفراء؟ يعني بيكون يعني مؤثرة جدا. عيسى نعم يستحق البطاقة الصفراء. يستحق، نعم واضح. ما هي وأنا أقول يستحق، واضح. نعم. ضرب ضرب متعمد كذلك، نعم. شوف على الرجل، هي كان ممكن تغير نتيجة المباراة بالطبع. طيب الحالة الرابعة، هدف الهلال اللي تم إلغائه بداعي التسلل. تسلل. أنت شكلك أنت أصلا أنت نصراوي، بس شوفها. اي اوكي تسلل. طيب ايه؟ تدخل البليهي على رومارينيو، هل كان يستحق على الأقل بطاقة صفراء؟ ما اعتقد، انا ما تعتقد. تدخل عادي، يعني لمس الكرة قبل لا يلمس الرجل. عيسى نعم احتكاك عادي. هلا اخر شيء اللي كان كاتب عليه توفيق الخليفة انه التسلل غريب، هدف فهد المولد الملغى، تسلل ولا متسلل؟ انا وجهة نظري تسلل. مو وجهة نظرك هلا، هون بقى هلا دخلنا بغير موضوع، هي الشغله مو وجهة نظر يا اخي، في خط مبين. توفيق دائما توفيق الخليفه بيقول لك الخط له مجال ياخذوه يقربوه وبعدوه. هو بس ويا الهلال اللي يتقرب ويتبعد ويروح يمين ويروح يسار، يعني مثلا زي ماريجا جابوا الخط، ما حد قال لك انه تقرب وتبعد وحاجه، جات بالنسبه لنا في هذا المولد لا، الخط انه في شك وفي ريبه، بس في ايضا كره بالنسبه على هنريكي مع سعود عبد الحميد، انا اعتقد انه يطرد وبطاقه حمراء مباشره. هاي انا اعتقد انه هذه يعني السنتيمترات هاي كيف يطلعون؟ هلا ما في سنتيمتر، لا تقعد تعمل لي كمان يعني عنزه ولو طارت انت كمان. يعني تسلل ولا متسلل؟ لا مش تسلل. يعني شغله عند، لا انا وجهه نظري عد له اياها، ارجوني الخط يا شيخ، يعني ان اخترعوا له الخط. الخط مثل ما قال توفيق تميل زي ما انت عايز، وهذا شفت والهدف الاولاني اللي هذا طلع رجله سابه ولا مو سابه؟ شوف ذاك اخر واحد، شايفه الاخر واحد نفس الرجل الحمراء قبل الزرقاء. انت لون زي ما تبغي، لون زي ما تبغي. طب والهدف الاولاني ليش ما حكيت؟ التغل الهلال ليش ما حكيت عليه؟ التغل الهلال ليش ما حكيت عليه؟ لا والمشكله لازم الهلال يفوز بثلاثه او اربعه عشان ياخذ الثلاث نقاط، غير كذا ما يصير.
حبيبي في كل الأحوال أنت أقول بما ما بيا كفاح يا كل شيء مع الهلال يا كفاح مو أنا مع الهلال أنا قلت لك ركلة الجزاء غير يعني غير صحيحة إحنا لكن يا جماعة نتفق في بعض الأحيان ونختلف في بعض لا 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 ايش تبي انت مشكله هذه هذه هدف يعني من اجمل الاهداف من اجمل الاهداف نعم ورجله اللي زايحه لا هذه زحلقت بس رجله زايحه هو اقول راح يزيحونها بما انه الهدف ضد مين لا اله الا الله نعم طيب مو مشكله ابو كرم قبل فتره كان الترتيب انه الدوري للاتحاد يا سبحان الله بين ليله وضحاها صار الترتيب الى الهلال طيب طيب